فرقة ابن العربي للموسيقى والسماع الصوفي أحيت بمسرح ساقية الصاوي بالقاهرة حفلا فنيا سافر بالجمهور إلى رحاب موسيقى الذوق وإنشاد الروح، وطيلة الساعتين غصت جنبات المسرح بأعداد كبيرة من أهالي القاهرة الشغوفين بمتابعة سفر موسيقي في الابتهالات الطربية والألحان التراثية الأنيقة. القاهرة مصر تمثل شيئا كبيرا في أنا أتكلم عن الجانب الصوفي، لأن دخلنا إلى مصر بصوفيتنا الكبار، الإمام الشاذلي كان مغربيا، سيدي أحمد البدوي مغربيا كان مغربيا، جد الإمام البوصيري صاحب البردة والهمزية الشهير مغربي، أبو العباس المرسي أندلسي إذا مغربي، كثير، سيدي أحمد بن الصديق الغماري الحسني المدفون هنا بمصر، كل هؤلاء مغاربة، كل هؤلاء مدارس في التصوف كبرى. يكفي أن الأستاذ الكبير فقيد مصر وفقيد الأدب العربي جمال الغيطاني كان هنا في القاهرة مؤتمر للتربية، فلم وأعطيت كلمات لبعض الباحثين المغاربة فقام وقال: ما بالكم أيها المغاربة تتكلمون عن التربية وأقطاب التربية في الدنيا جاءونا من المغرب، المغرب مشرق الولاية كما أن المشرق كان مشرقا للنبوة. يبهرنا الجمهور المصري بتفاعله مع فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي، كما تعلمون فإن التصوف له جمهور خاص جدا، لكن في مصر أرى الحمد لله مجموعة من الشباب وجميع الأجيال يعني يحضرون حفلاتنا بكل حب وسرور وصدق. بأعذب النغمات الروحية فضح منشد الفرقة عبد الله منصور الخليع بصوت جوهري أخاذ ملقيا قصائد وألحان تراثية، فببراعة فنية وبموهبة فائقة استطاع أعضاء فرقة ابن العربي بأداء إنشاد جماعي لافت أن يتحفوا الجمهور الحاضر عزفا ولحنا بمقطوعات موسيقية وابتهالات روحية مستوحاة من أعمال شعراء الصوفية المسلمين. الفرقة كتير حلوة، الأغاني كتير حلوة، الموشحات اللي عم يقدموها كتير حلوة، في استمتاع، في يعني في جو جميل هون بساقية الصاوي بالقاهرة عاملينه. حفلة جميلة أنا مستنياها من سنين، يعني ابن عربي ملهمش مثيل بصراحة، يعني فن راقي وجميل ويعني بيوصل الروح من غير مجهود كبير قوي يعني، فأنا مبسوطة جدا حضرت الحفلة ومبسوطة ان هم نورونا في مصر. فرقة ابن العربي المغربية لإنشاد الصوفي عادت إلى جمهورها المصري في سفر متجدد بعد غياب 3 سنوات لتمتعه بأرقى قصائد التراث الصوفي وأبهاه، محتفية بذلك بمرور 30 سنة على تأسيسها.